مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مولانا، ممكن تشرح لنا أكثر عن القراءات العشر كيف انتشرت؟ والله يا سيدي أنا ما أعرف الموضوع ده، سأل عالم القراءات. لا ورش. نتصل ورش راوية الإمام نافع المدني، وورش هو عثمان بن سعيد المصري، وورش يعني البياض في رجل الحصان. الله، وكان نافع هو الذي لقبه بذلك. المصريين يقولوا رشوان، بنطقوا الكلام معي. فهو الإمام ورش راوية الإمام نافع، وقرأ عليه رسول الله عليه وسلم مناما القرآن، فكان صاحب الطيب اللي هو الإمام نافع يشم من فمه أطيب ريح. ومن رواته قالون، قالون ما كانش يسمع أي كلام غير القرآن، إذا سمع أي كلام تاني ما يوصلش ودانه، إنما القرآن هو اللي يسمع. شكرا سيدي.